ما هي رحلة الشتاء والصيف؟ تجارة مكة. اشتهر رجال مكة قبل الإسلام ببراعتهم في التجارة، وقد أفاد الوضع المضطرب في اليمن حينما استولى الحبشة عليها في ترسيخ مكانة قريش ونفوذها في الجزيرة العربية، حيث أصبحت مكة وسيطا مهما ينقل تجارة اليمن إلى الشام وفلسطين، وينقل تجارة الشام إلى نجد والحجاز واليمن. وأضحى تجار قريش أغنى العرب، وصارت مكة مركزا خطيرا من مراكز الثروة والمال في الجزيرة العربية. ذكر الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف في سورة قريش، قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد قصد برحلتي الشتاء والصيف ما كانت تألفه قريش من الرحلة إلى اليمن في الشتاء والرحلة إلى الشام في الصيف من أجل التجارة وغير ذلك. وقد امتن الله عليهم بهذه النعمة نظرا لأنهم كانوا يخرجون في أسفارهم ويعودون إلى بلدهم آمنين مطمئنين، نظرا لتعظيم العرب في الجزيرة لهم لأنهم سكان البلد الحرام. وقال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم أرشدهم الله قريشا بعد أن ذكر لهم هذه النعمة إلى توحيده وحده وترك الإشراك به، فهو صاحب هذه النعمة العظيمة، وهو الذي أطعمهم من بعد الجوع وآمنهم من الخوف. ذكر الله تعالى في كتب التفسير ذكر الله تعالى في كتب التفسير أن هاشم بن عبد مناف كان أول من جمع الناس على رحلتي الشتاء والصيف من بعد أن عانوا من الجوع والقحط. وذكر الكلبي أنه أول من حمل السمراء أي السمن من الشام ورحل بها ورحل إليها الإبل، وقد كانوا يتقاسمون أرباح تجارة اليمن والشام بينهم حتى كان غنيهم كفقيرهم.